بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله أوقاتكم بالخير مشاهدين الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة أخرى من حلقات برنامجكم من عمان. مع نهاية أسبوع نرجوه أنه كان محافلا بالعمل والجد والعطاء والاجتهاد لخدمة عمان في مختلف مواقع العمل والبناء التي تشتغلون عليها. وأهلا بكم مشاهدينا مع حلقة نهاية الأسبوع، وأنتم مقبلون على هذه الإجازة نرجوها إجازة ممتعة سعيدة للجميع، تكون حافزا لبداية أسبوع آخر من أسابيع عمان الخير. أهلا بكم مشاهدينا إلى أمسية الليلة، مجموعة مختلفة من الموضوعات والمتابعات اللي حضرناها لكم في حلقة برنامج من عمان عبر رحلة مسائية عمانية نطوف من خلالها معكم مع هذا الحراك والنشاط في مختلف الأصعدة وفي مختلف محافظات السلطنة. اليوم مشاهدينا سنفرد مساحة للحديث عن موضوع ثقافي، وهو كان محاضرة ثقافية ضمن فعاليات نزوة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2015، التنمية الثقافية وعوائقها. ما هي مفهوم واضح وشامل لمفهوم التنمية الثقافية؟ ثم ما هي أبرز عوائق التنمية الثقافية وصولاً وحتى نصل وننشد جميعاً مجتمعاً ثقافياً تنموياً؟ ثم ما هي مجالات التنمية الثقافية؟ وكل هذه المحاور نجيب عليها إن شاء الله مشاهدينا من خلال المتابعة الأولى في حلقة الليلة من برنامجكم من عمان. أما في متابعة أخرى مشاهدينا وفي موضوع اقتصادي وإنجاز آخر من الإنجازات الاقتصادية في السلطنة، تم قبل قليل توقيع اتفاقية لمجمع لواء للصناعات البلاستيكية، طبعا بتنفيذ من شركة أوربيك الشركة المعنية بصناعة البتروكيماويات. إلى أي درجة مثل هذه المشروعات تفيد وتخدم دفع الاقتصاد الوطني في السلطنة في ظل وضع هذه الظروف الاقتصادية المختلفة التي طبعا يشهدها العالم أجمع متعلقة بانخفاض أسعار النفط؟ إلى أي درجة مثل هذه المشروعات التي تتبناها أوربيك إضافة إلى مجموعة أخرى من المشروعات التي سنتعرف عليها إن شاء الله في متابعة أخرى في حلقة الليلة من برنامجكم من عمان. أما في متابعة ثالثة مشاهدينا سنتحدث عن معرض عمان الدولي لمستلزمات وكتاب الأطفال نحو تعزيز ثقافة الطفل. كيف من الممكن أن يسهم هذا المعرض في تحقيق تنمية ثقافية معنوية للطفل عبر تزويده بالمعرفة منذ نعومة أظفاره؟ ثم سنفرد أيضا مساحة للحديث عن مجموعة من الفعاليات المختلفة التي تنظم في مركز عمان الدولي للمعارض لهذا المعرض الذي يتوجه تحديدا للطفل وأيضا لأسرة الطفل ومن يتولى شؤون الطفل. أما مشاهدين المتابعة اللي تتعودوا عليها كل يوم خميس، الأستاذ عبد الناصر الصاي خبير التدريب الدولي المعتمد والمحاضر في التنمية البشرية، هذه المرة يتحدث عن عنصر الاستعداد. الكثير منا تأتيه الفرص في حياته، لكن بسبب عدم وجود استعداد نفسي معنوي واقعي هذه الفرص تؤول إلى الزوال. كيف من الممكن أن يكون الواحد منا مستعداً قبل ورود هذه الفرصة إليه؟ إذن مشاهدين هذه عناوين حلقة الليلة من برنامجكم من عمان، نرجو أن نوفق في إمتاعكم وإفادتكم إضافة إلى مجموعة مختلفة من التقارير وربط أيضا خارجي يرصد هذا الحراك والنشاط لعمان في مساءاتها المختلفة. إذن مشاهدين ما زلنا في غمرة احتفالاتنا أيضا بالعيد الوطني 45 المجيد، وقد تحقق لعمان وأهلها الوعد الذي وعد به جلالة السلطان المعظم بالعيش السعيد الهانئ للعمانيين جميعا، فحق لعمان أن تسعد اليوم، فنقول عمان اسعدي إنا ضمننا لك السعدة وطوفي بآفاق العلا كوكبا فردا. أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامج من عمان. Yeah.
الأفوى وفي خاطري شغلة. عمان وما أحلى عمان اسمعي وصفوا في الأفوى وفي خاطري شغلة. أهلا بكم مشاهدينا مجددا، والمتابعة الأولى حديث حول التنمية الثقافية وعوائقها. هذه الندوة والمحاضرة الثقافية التي نظمت ضمن فعاليات نزوة عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2015. ما المقصود بالتنمية الثقافية؟ ثم ما الأهمية في الحديث عن موضوع التنمية الثقافية في هذا القرن وفي هذا العصر التي أصبحت فيه معرفة التكنولوجيا هي المحرك الأساسي لعلاقات المجتمعات بعضها ببعض معرفيا وثقافيا؟ كل هذه التفاصيل مشاهدينا، والحديث عن أبرز العوائق المتعلقة بالتنمية الثقافية، ثم ما هي اشتراطات أي تنمية ثقافية حتى تكون واقعا ممكنا. كل هذه الأسئلة نجيب عليها مشاهدينا من خلال وجود ضيفنا العزيز الأديب والمفكر والكاتب وهو وزير الثقافة المغربي السابق الدكتور بن سالم حميش. أهلا بك دكتور معنا ومساء الخير. شكرا، سعيد جدا بوجودك معنا. الله يخليك. الله يسلمك. طيب الدكتور، بدأ يعني قبل الحديث عن موضوع التنمية الثقافية وعوائقها، هذه المحاضرة والندوة تنظم ضمن فعالية نزوة عاصمة للثقافة الإسلامية. نعم. إلى أي درجة من الأهمية أن نحتفي بعواصمنا الإسلامية على مستوى الوطن العربي والعالم الإسلامي، أن نحتفي بها، أن نعرف الأجيال بما كان يفعله الآباء والأجداد من نشاط ثقافي ومعرفي؟ نعم، شكرا أولا على الاستضافة. أنا فقط هذا التقليد الحسن الذي سنته المنظمة منظمات ليسيسكو. نعم. وتقضي مناسبات ثمينة من أجل طرح قضايا تتعلق بالثقافة، وللتذكير للثقافة أصل في لغة العرب عند ابن منظور عندما يقول ثقف وثقف بمعنى فطن ومهرة. نعم. ويقول رجل ثقف أو ثقف نفس الشيء. نعم. بمعنى ماهر وفطن. نعم. يعني مضى زمن كانت الثقافة تعتبر قطاعا ثالثا أو ثالثيا بمعنى لا منتجا. نعم. لكن الآن يعني في عصرنا وبالأخص في عصرنا هذا صارت الثقافة تعتبر قطاعا منتجا خلاقا، وكل المجتمعات المتقدمة صارت تعتبر الثقافة ميدان للاستثمار، صناعة وصناعة يعني من أجل الرقي بمستوى الأفراد والجماعات ومن أجل أن تنال حصتها من المعرفة. ومن هنا الكلام عن مجتمع المعرفة. نعم. المجتمع كل مجتمع تقاس درجة تقدمه بدرجة تثقفه وثقافته. نعم. لكن أن تكون الثقافة صناعة ومجال الاستثمار هذا أمر صحي أمر طبيعي؟ لا طبعا طبيعي وصحي، لأن كلامنا عن مجتمع الثقافة أو مجتمع المعرفة هو لصيق بالثقافة. الثقافة هي شيء أشمل، وما من مثقف إلا وله مهارات، مهارة إلا وله يعني معارف، إلا وله رؤية للمجتمع، للعلاقات ما بين الفرد والمجتمع والدولة وقطاعات الأخرى. بمعنى الآن كل يعني كل المجتمعات المتقدمة تستثمر أكثر فأكثر في مجال المعرفة، أي الاكتساب المعرفي ثم الاستثمار في مجال المعرفة وتنميتها. ومن هنا الكلام عن التنمية الثقافية. ما المقصود بها تحديدا هذا المصطلح التنمية الثقافية؟ يقصدون بها أولا ضرورة الاكتساب الاسسمنت،
وضرورة قدرة الإنسان على فهم ما حوله ومن قضايا ومن ظواهر. التنمية الثقافية تتوجه إلى الفرد؟ تتوجه إلى الفرد ولكن داخل المجموعة كما هو الأمر في مجال التعليم. لكن دكتور عندما يطلق هذا المصطلح التنمية الثقافية فإن أذهاننا تقفز مباشرة إلى مفهوم المجتمع، المجتمع الذي يتقدم وينمو ثقافيا. أي طبعا، والاقتصاد كذلك، والوعي إن الشيء القضية المهمة الأساسية هي الوعي الثقافي والوعي بأهمية الثقافة. يعني الآن عندما نتكلم عن التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية لا يمكن أن تتم إذا لم ترافقهما التنمية الوعي الثقافي أي الثقافة. هذه الأشياء متداخلة يعني متواشجة، وبالتالي المجتمع يتقدم من خلال هذه العمليات التنموية في كل هذه المجالات. وللتذكير مثلا أنه ما يسمى بالمؤشر التنمية البشرية، هذا الآن تعمل به كل المؤسسات، يعني تقيس يعني درجة الوعي بالمؤشر الليدياش يسمى التنمية البشرية. وهنا طبعا نحن نكون بمحضر الثقافة والوعي والقيم، سلم القيم التي تجعلنا نعيش في مجتمع ونفهم ما يجري في هذا المجتمع. طيب كيف تتحقق التنمية الثقافية؟ يعني بالتعليم والتربية. وهذا هو المحور الأساسي يعني في هذه التنمية. وإذا عندما نرى أن التعليم بكل أسلاكه يعني يشتغل ويثمر وينتج، معناه وأننا بصدد تنمية الثقافية. طيب ما هي الآن أبرز العوائق التي تحد من التنمية الثقافية؟ والله ما دام كنا التعليم، إذا ضعف التعليم ضعفت الثقافة. هناك علاقات جدلية كما نقول ما بين الحقلين، ولا أعمم طبعا، لكن هنا المنتدى الاقتصادي العالمي قام مؤخرا باستطلاع حول 140 دولة مش عربية، عالمية بمؤشر ما اسمه الكواليتي، الجودة. ووجدنا بأن في بعض بلدان عربية قليلة يعني تتصدر، يعني نالت رتبة جيدة، في حين أن الأكثر دول أخرى الأكثرية كانت حقيقة مرتبتها يعني متدنية. منها حتى مصر والمغرب وبعض الدول الأخرى. طيب دكتور، يعني ما المقصود بالتعليم عندما تقول يعني واحدة من عوائق أو من اشتراطات تقدم أي مجتمع وتنميته ثقافيا التعليم؟ هل التعليم بشكله النظامي؟ يعني هل مصطلح التنمية الثقافية مصطلح حديث؟ نعم، لا طبعا مصطلح حديث، لأن من قبل كانت الثقافة تعتبر كما قلت المنتسبة إلى القطاع اللامنتج. أي عبارة عن ترف لتزجية الوقت وتمضيته لا أكثر ولا أقل. ولكن الآن انتهى هذا العهد نهائيا، وصار التوجه كله يقول بأن الاستثمار في الثقافة كالاستثمار في كل الحقول الأخرى، ولا بد من أن يقوى هذا الوعي حتى نقوي التعليم ومردودية التعليم. هذا هو اللي أساسي ومهم. طيب ذكرت العائق الأول المتعلق بالتعليم وضعف النظام التعليمي، ماذا عن بقية العوائق الأخرى التي تحد؟ كلها يعني تتولد عن هذا المشكل الأساسي اللي هو في التعليم. عندما نعي بأن هناك مشكلا اللي هو بالتعليم، علينا أن نستثمر فيه أقصى ما يمكن ماليا ويعني سياسيا، السياسة التعليمية. وأكيد أنه عندما يضعف التعليم يضعف الطلب الثقافي. ومن هنا نرى طبعا، لا أعمم، ولكن عندما نرى بأن الأنشطة الثقافية يعني تتضاءل، أن الفضاءات الثقافية من مسارح وسينما وقاعات عروض والفن التشكيلي وما إلى ذلك، بمعنى أن لم تعد هناك عروض ثقافية حتى تخلق الطلب. الطلب وفي بلدان كثيرة صارت مثلا قاعة السينما يعني تتضاءل عددها، فنقول ما لماذا؟
وكذلك الشأن حتى بالنسبة لفضاءات أخرى. ثم صار يذهب بفضل أو بسبب الوسائطيات الحديثة، صارت هناك واحد الميول عند البعض المثقفين إلى ما يسمى المثقف الشبكي، يعني يعول على هذه الوسائطيات كوسيلة لكي يدفع نفسه بنفسه ولكي يكون له دفتر علاقات وما إلى ذلك. هذه قضية سلبية عندما يكون المثقف يعني هزيل البضاعة حقيقة. وكاين مظاهر أخرى هي مضاعفات في الحقيقة، ولكن أساسها هو بالذات في المنظومة التعليمية التي لا بد من أن ننتبه إلى أن كل العلل وكل العوائق تأتي منها. طيب دكتور، في بعض المجتمعات هناك عرض على المستوى الثقافي يتمثل في المعارض الفنية، في المعارض الثقافية، لكن في المقابل لا يقابل بطلب كبير. يعني كثير من هذه المشاهد وهذه الفعاليات الثقافية تعاني من ضعف في الإقبال. إيه، ولكن هذا شوف، الثقافة كالاقتصاد مبني على العرض والطلب. فإذا من أين نبدأ؟ هل هناك مشاكل في الطلب لأن هناك قضايا مشاكل كذلك في العرض، أو العكس بالعكس؟ ولكن حتى نتجاوز هذا الزوج طلب وعرض، أعتقد لابد أن ننظر في شيء أساسي وهو المجتمع ككل، ونبدأ من حيث يجب أن نبدأ. أنا أعتقد بأن التعليم والتربية، عندما نربي مثلا طفل على شيء كيان اسمه الكتاب الورقي، ونحن لسنا ضد الكتاب الإلكتروني أبدا، ولكن نعتبر الكتاب الإلكتروني مكملا وليس هو الأساس. فإذا عندما في الأسر ومسؤولية الوالدين والأسرة والمحيط مسؤولية خطيرة جدا. أما تركنا الأطفال يعني لأنفسهم، وطبعا يتلقون يعني تأثيرات أصدقائهم والوسط المحيط، فهنا عندما يقال لي مثلا بأنه صار الأطفال وحتى الشبان قلما يرجعون إلى القواميس وإلى الكتاب الورقي، هنا أكون منزعجا كثيرا. هذه مسؤولية الآباء والأمهات طبعا، ومسؤولية المؤسسات التعليمية. المؤسسات التعليمية عندما نتكلم عن تراثنا، كل ما خلفه السلف لنا في شيء اسمه الكتاب الورقي. فإذا هذا يعني كل حضارات تترك وراءها خزانات ورقية. الآن طبعا ما يمكن حتى لا نظهر بأننا يعني نعادي الإلكترونيات، لا أبدا، ولكن لا يلزم أن الوسيلة أن تحل محل الغاية. الغاية هي التثقف، ولكن الأساس هو الرجوع إلى الورقي والكتاب الورقي الذي يبقى طبعا هو الأساس. الآن دكتور، كيف من الممكن تبني مشروعات ثقافية على مستوى المجتمع العربي تسهم هذه المشروعات المشتركة في تبني تنمية ثقافية؟ لا طبعا أكيد بأن العمل على صعيد القطر الواحد لا يكفي. احنا الحمد لله يعني وهبنا لغة مشتركة من المغرب إلى بلدان الخليج. لا، وهذه هبة كبيرة، يعني هبة سماوية، هبة حضارية، ولا يلزم أبدا أن نفرط فيها. إذا فرطنا في قاعدتنا وموئلنا اللغوي فقد فرطنا في كل شيء. فإذا محبة هذه اللغة وما كتب بهذه اللغة، هذا هو الأساسي. اللغة وما كتب بها أعتقد هو المهماز، هو البدء، هو وهذا نربي الأطفال على هذا. اكتساب اللغة واكتساب كذلك اللغات الأخرى، وبالأخص لغات المهيمنة زي الإنجليزية، لأن عبارة عن مفاتيح. كل ثقافة تفتح بالمفتاح اللغوي أولا وقبل كل شيء. فإذا على صعيد أعتقد موجود هذا، لا عند ليكسو ولا ليسيسكو ولا كل المنظمات ذات الطابع العربي عندها هذا الهم وهذا الاهتمام ويتسير في هذا. فأنا أعتقد كل المؤتمرات للتأكيد على أن الوشيجة الكبرى هي التواصلية هي اللغة. وأعتقد أنه يمكن أن نستبشر
بالمبادرات التي تحدث ونسمع بها. دكتور نحن نشكرك على وجودك معنا، نرجو لك إقامة طيبة وكل التوفيق. استمتعنا بهذا الحديث الثقافي العميق. شكرا جزيلا لك الدكتور بن سالم حميش، الأديب والمفكر والوزير الثقافة المغربية السابق، شكرا جزيلا لك يا دكتور. حياك الله. شكرا لك. إذا مشاهدينا ما زلنا مستمرين معكم مع بقية المتابعات الأخرى والموضوعات من الحديث عن أدب الطفل والحديث عن صناعة البتروكيماويات والحديث أيضا عن مجال تنموي آخر، كل هذه الموضوعات وتفاصيلها بعد هذا الفاصل. يمكن كثير منا نحن يعتقد إن ألعاب الأطفال مجرد تسلية، لكن الحقيقة أكبر من هالشيء. اللعبة ممكن تتحول لفكرة وتستقر في ذهن ولدنا، وعلى طول سنين عمره تنمو هالفكرة معه، وخاصة إذا كنا جنبه نشجعه ونسانده، ومن تكبر ساعتها بس بنحس بثمار جهدنا وعطينا لنفسنا فرحة ما تقدر بثمن. يأتيكم يوم الجمعة في تمام الساعة الواحدة ظهراً. ارسم اصنع. الكلمات آنفة الذكر هي ثمار شجرة أتت لتروي قصة كتاب الطفل، وخير جليس في الزمان كتابه. هذا الشطر من البيت الشعري الذي يتغنى به المثقفون والأدباء ما دأب أن يكون حكرا على الكبار فقط، إلا وقد حظي الطفل هذه المرة بفرصة التفرد الثقافي من خلال إقامة معرض خاص بمستلزمات وكتاب للأطفال، والذي حمل عنوان معرض عمان الدولي لمستلزمات وكتاب الطفل. ويعد هذا الحدث الأول من نوعه بالسلطنة، والذي يعنى بدرجة كبيرة من هدف إقامته مستلزمات وكتب الطفل. ويهدف منظم هذا المعرض إلى إعطاء مساحة كافية للطفل ليكون تثقيفه ذاتيا من خلال اختيار الطفل للكتاب الذي يريد اقتناءه، وذلك من خلال تجواله بين جنبات وزوايا المعرض، مما يتيح لنا استخراج طاقات إبداعية طفولية لا تقل عن نظيراتها من فئة الكبار. وتشارك عدة جهات حكومية وأهلية في هذا المعرض، منها وزارة التربية والتعليم ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، وصالون مساءات ثقافية. إذن مشاهدينا، التوجه نحو تثقيف الطفل معرفيا ومهاريا في عصر أصبحت فيه الثقافة والقراءة
وتسلح الطفل بالمعرفة أمراً مهماً وأساسياً وضرورياً. تبنى المجتمعات بسواعد شبابها، وتبنى أفكار هذه السواعد البناءة بتثقيف أطفالها وتنشئة أجيالها جيلاً بعد جيل متسلحاً بالمعرفة والأخلاق الحميدة. الحديث عن الكتاب الذي يتوجه إلى الأطفال ينشئهم التنشئة الصالحة، وهناك معرض ينظم هذه الأيام في مركز عمان الدولي للمعارض، هو معرض عمان الدولي لمستلزمات وكتاب الأطفال. نحو مزيد من التفاصيل مشاهدين في هذا الموضوع تحديدا من خلال ضيفينا العزيزين الأستاذ إبراهيم سند، وهو المتخصص في أدب الطفل. مساء الخير أستاذ إبراهيم. مساء النور، سعيدين جدا بوجودك معنا. أهلا وسهلا. يا مرحبا فيك، حياك الله. وأيضا معنا الأستاذ إياد بدير، وهو مدير عام الشركة المنظمة لهذا المعرض. مساء الخير أستاذ إياد. مساء النور. يا مرحبا فيك. شكرا. كيف جتكم الفكرة، أو من أين أتت أهمية تنظيم فكرة لوجود معرض متخصص حصرا فقط لي أدب وكتاب الطفل؟ حقيقة تعرف معروف أن الطفل هو عماد المستقبل لأي بلد، والأطفال لهم دور كبير في أي مجتمع. فحبينا من خلال إحنا زياراتنا للمعارض كتب الكتاب في دول المنطقة، حبينا نبرز شيء للطفل في سلطنة عمان. لهذا السبب توجهنا في عمل المعرض ضمن قطاعات اللي هي تعمل على تنمية المواهب الطفل. ممتاز. من ناحية أدبية، من ناحية القراءة، من ناحية التثقيف. في هناك أطفال عندهم مواهب، حاولنا من هذا المعرض أنه نبرز هذه المواهب، ونحاول أنه من خلال طبعا الورشات اللي موجودة والمحاضرات تساعد الطلاب على تنمية مهاراتهم وقدراتهم، واللي عنده موهبة في الرسم والقراءة. فمن هذا المنطلق حبينا نجمع كل هذه الفعاليات في مكان واحد، سقف واحد. نعم. إذن هناك معرض بيع وشراء للكتب، وهناك أيضا مجموعة مختلفة من الورش والندوات. نعم. المتخصصة في الطفل. حبينا في هذا المعرض نركز على موضوع الورشات والمحاضرات. هذه الورشات طبعا استقطبنا بعض الأدباء والكتاب، وخص بالذكر الرسامة المشهورة عالميا اللي هي المعتمدة من الأمم المتحدة، اللي هي الأستاذة انطلاق محمد علي من الجمهورية العراقية. نعم. حائزة على 5 جوائز عالمية في كتب الرسم والرسم للأطفال. للأطفال طبعا. فعملنا 4 ورشات خلال 4 أيام، واستقطبنا حوالي 50 طالب اللي هم عندهم مواهب في الرسم. ممتاز. ضمن المعرض، بالإضافة إلى هناك ورشات تثقيفية، هناك ورشات لتنمية مواهب الطفل والقراءة. فحبينا نبرز شيء بهذا المعرض، وجود الورشات المتنوعة التثقيفية المختلفة الأنواع. طيب أستاذ إبراهيم، يعني هل الكتاب نصيب وحظوة بين يدي الطفل في ظل وجود الآيباد، في ظل وجود الهواتف النقالة، مختلف الألعاب الإلكترونية التي تأخذ نصيبا كبيرا من وقت الأطفال؟ أخوي اسمح لي في البداية، أخوي راشد، أود أن أهنئ اللجنة المنظمة لهذا المعرض. لا. وأيضا أهنئ عمان لاحتضانها لهذا المعرض المختص بالطفل. نحن كمهتمين بأدب الطفل نفرح كثيرا. لا. عندما نرى هناك من يهتم كمؤسسات وأيضا أفراد متخصصين في هذا المجال، مؤسسات حكومية وحتى مؤسسات قطاع خاص. بالضبط. أنت لو وجدت المعرض ستجد أن هناك يعني ليس مؤسسة واحدة. لا. هناك مؤسسات رسمية ومؤسسات أهلية، وأيضا ناس متخصصين موجودين على مستوى الوطن العربي. هذه بادرة جميلة، وإحنا يعني نهنئ سلطنة عمان بهذا يعني الحدث التاريخي الهام. وربما يكون هذا الأول، لكن هناك نسخ أخرى إن شاء الله. نسخ أخرى يعني راح يكون مستمر. بالنسبة لثقافة الطفل في ظل يعني على الأقل وجود الأجهزة الحديثة وسائل التواصل الحديثة، أين هو الموقع يعني كطفل واهتمامه؟ بالتأكيد يعني كاهتمام بالكتاب لم يعد كما كان بالسابق، هذا أكيد يعني. نعم. لأن هناك منافسين أقوياء استطاعوا أنهم يعني تكون لديهم الحظوة في تأثير على ثقافة. نعم. الطفل. مع ذلك لا زال الكتاب ولا زال المسرح
ويعني كل الوسائل التقليدية التي تقدم من خلالها الثقافة أيضا موجودة وبقوة. والدليل على ذلك أي متابع للمعرض الموجود سوف يجد هناك أطفال يعني هم بنفسهم يشاركون في المحاضرات ويشاركون في الورش وأيضا يشترون المستلزمات إيش هي الكتب وكل الوسائل الثقافة الموجودة. إذن هناك منافسة لكن يعتمد أساسا على الأسرة. كيف تستطيع الأسرة أن هي توصل الثقافة من خلال الكتاب وغيره بشكل صحيح؟ نعم. المدرسة وأيضا المجتمع. إذا نحن في صراع وهذا الصراع مستمر لكن لا زال الكتاب أيضا قوي. طيب. وليس يعني لا يقبل الهزيمة. أنت جعلت يعني الكرة في ملعب الأسرة والمؤسسات التعليمية ومن يقوم بتنشئة الأطفال، لكن ماذا عن الكاتب؟ أين يكمن دور الكاتب في أن يكتب كتابا يحوي على عناصر جذب تجذب هذا طبعا الطفل؟ المسؤولية على الكاتب أكبر. نعم. وأشد، لأن إحنا اليوم يعني اللي واجهنا على كثقافة للطفل على مستوى الوطن العربي على مستوى العالم ينقصنا هناك وجود الكتاب المتخصصون في كتابة الطفل. اليوم من أصعب يعني المجالات هي الكتابة والاهتمام بالطفل، لأنها يعني علم وثقافة وأيضا معرفة كاملة. يعني المتخصص للكتاب للأطفال يجب يكون عنده كأنه هو قاموس علمي ومعرفي، لأن تتحدث عن أشياء كثيرة، لا تتحدث فقط عن الأدب، إنما تتحدث عن ظواهر اجتماعية وظواهر علمية وأمور كثيرة. صحيح. إذن هذا يجب أنه هو يكون ملم، لكن أيضا في جانب آخر الجانب الأكثر مهم. نحن يعني اليوم الثقافة، وأنت يعني الكل يكرر هذه العبارة، أصبحت صناعة. صحيح. اليوم اللي إذا كنت أريد أخرج كتاب فأحتاج إلى الكاتب والمخرج والرسام والمصحح اللغوي وإلى آخره. في العمل المسرحي نفس الشيء، حتى في المعرض الذي يقام اليوم أيضا هناك مجموعة من الخص. اليوم يجب أن يكون هناك لكل مشروع ثقافي فريق عمل متخصص وليس فقط كاتب. نعم. كيف كان هذا الفريق المتخصص موجودا في معرض عمان الدولي لمستلزمات وكتاب الأطفال في أن يكون حريصا على وجود المتعة فيما يعرض وما يقدم للطفل وهو يزور هذا المعرض؟ هذه من ضمن الأفكار الرئيسية اللي اشتغلنا عليها، وحبينا إحنا نعطي اسم للمعرض. نعم. خلال السنة هذه اللي هي اكتشف موهبتك. الأطفال في أطفال عنده موهبة بس غير مكتشفة. نعم. اللي هو ممكن تكون الموهبة بالقراءة، ممكن تكون الموهبة بالرسم، ممكن تكون الموهبة بالإبداع. فحقيقة توجهنا لبعض مثل الأشخاص، الأستاذ أحمد الراشدي. نعم. حقيقة كان له دور كبير في موضوع الورش والتواصل مع الكتاب والأدباء لإقامة الفعاليات هذه، والحقيقة هي اللي كان لها دور كبير في نجاح، لأنه استقطبت أطفال كثير لهذه الورش، من إن كانت ثقافية أو إن كانت أدبية أو رسم. فالحمد لله كانت الأمور يعني طيبة. طيب بالنسبة إلى وجود المسرح ووجود المسابقات، يعني حتى تكون إضافة إلى كونها رحلة ثقافية قرائية، رحلة أيضا متنوعة، هو لازم تكون الحدث متكامل. المسرح الطفل مسرح كبير واسع، فبالتالي لازم نكون هناك مسرح للطفل، وهناك في بعض الإخوان وبعض الورشات تقام على المسرح، بعض الفعاليات الترفيهية اللي تقام. وزارة الأوقاف عندها برنامج تعرضه على المسرح. نعم. بعض وزارة التربية والتعليم مثل حكاياتي، بعض الفعاليات اللي الجهات الحكومية جالسة تقيمها على المسرح عشان تثقف الطفل. فالمسرح أصلا جزء لا يتجزأ من المعرض. نعم. طيب أستاذ إبراهيم، الآن ما هي أبرز التحديات التي تواجه قطاع الكتابة للطفل، يعني على الأقل في العالم العربي، ما هي التحديات التي تواجه هذا القطاع
الحيوي والمهم. على الرغم من كثرة النداءات التي تتوجه إلى أهمية الكتابة للأطفال، إلا أن النتاج الأدبي الذي يخصص الأطفال هو يعني بسيط جدا مقارنة ببقية المجالات الأدبية الأخرى. أنا أعتبر هذا السؤال جدا مهم، وهو يعني ينبغي بالفعل توجيهه للمختصين في الكتابة. أكبر يعني تحدي يواجهنا ككتاب هو اعتراف المؤسسة الرسمية بثقافة الطفل. ده. احنا لازلنا نعاني من هذه الإشكالية. دائما ينظر إلى الطفل، ثقافة الطفل، يعني فيه اهتمام، لكن هذا الاهتمام لم يرتقي إلى المستوى الذي نطمح له. هناك تفريق صار أدب الكبار وأدب الصغار. نعم. لما نشوف مثلا أدب الكبار هناك الاهتمام أكثر، يعني يحتفل فيه ويعني يعطى الأهمية الكبرى، أدب الصغار أقل. احنا كيف يعني كتاب نستطيع إيصال رسالة إلى المجتمع بأن هذا أدب الطفل أدب مهم، في ليس فقط في التنمية الثقافية، إنما في تنمية المجتمع بشكل عام. احنا نحرص على إيصال المعرفة الثقافية يعني للطفل وهو في عمر 3 و4 سنوات قبل لا يدخل المدرسة، لأن هنا الأساس. فلذلك احنا نريد من المجتمع أنه هو يعترف بأن هذه الثقافة ثقافة مهمة. هذا واحد. النقطة الثانية، احنا نطالب اليوم بإدخال نصوص أدب الطفل في المنهج الدراسي، وهذا لازلنا يعني نعاني منها ونحاول. ما موجود؟ أي بس النصوص قليلة جدا، قليلة يعني لو لاحظت بتشوفه يعني لم تصل إلى المستوى اللي احنا نريده يعني وطالب فيه. نقطة جدا مهمة، لأن إذا استطاع الطفل أنه يقرأ لكتاب بلده، كتاب وطنه، سوف يتأثر أكثر، وهم الكتاب أكثر قدرة على التعبير عن هذا الهدف. النقطة المهمة الثالثة وأنا أعتبرها، أنا نريد هناك يكون في مؤسسة أو مجلس أعلى للطفولة. شو اللي صاير حين اللي عندنا في أي بلد سواء كان خليجي أو عربي، هنا كل مؤسسة تشتغل لحالها في أدب. يعني تلقى وزارة التربية والتعليم لها اهتمامها، لها برامجها، وزارة التنمية، وزارة الثقافة. طيب لو كان هناك يشتغلون كلهم تحت مظلة واحدة، منظومة واحدة، منظومة واحدة بالضبط. بمعنى مثلا الحين لو مثلا هذا المعرض الذي يحدث، وهذا حدث مهم جدا، مطلوب كل المؤسسات تعمل في من خلاله. صحيح. لأن الإفادة ليس فقط للطفل وليس للأسرة، إنما للمجتمع كامل. احنا نطالب بوجود هذه الصيغة، بالتأكيد يعني الاعتراف بأدب الطفل، إدخاله ضمن المناهج الدراسية، وجود أيضا هذا المجلس والأنشطة أيضا اللي تقدم. نحتاج إلى هناك أنشطة أكثر من ما هو موجود. نعم. وأكثر تخصص. نريد المسرح يتحرك والكتاب يتحرك، وأيضا جانب مهم وهو الأغنية. لا زالت أغنية الطفل، أغنية الطفل يعني نادرة جدا. صح. علما أنت لو قست بما يقدم في التراث، التراث الشعبي لأي بلد كان، بتشوف أن الثراء حقيقي، شيء كبير للطفل، للطفل أيضا. الآن تريد أن تسمع من خلال إذاعة أو الكاسيت أو التلفزيون شيء مختص للطفل. يعني كبار الفنانين عندنا لا أعرف يعني المقنين والآخرة لا يتقنون بأقاني الطفل. يمكن البعض يعتبر هذا يعني يقلل من مستوى، في حين في القرن بالعكس هناك يعني اهتمام وهناك تشريف. لما أنت تقني للطفل فأنت يعني أعطيت هذا الطفل الشيء اللي هو يحتاجه. بالضبط. يعني موضوع الكتابة والصناعة التي تتوجه إلى الطفل في العالم الغربي، في عالم مثل العالم الغربي، هي صناعة كبيرة وصناعة صعبة، يعني تضخ لها الأموال الكبيرة لهاجل أي صناعة. هذا المعرض أستاذ يستمر حتى يوم السبت القادم، يوم السبت. نعم. يحوي على مجموعة مختلفة من الأركان في مركز عمان الدولي للمعارض. الدعوة مفتوحة لكم جميع المشاهدين لاصطحاب أطفالكم والتوجه إلى هذا
المعرض. إذا نحن مشاهدينا مستمرين معكم في برنامج من عمان. في ختام هذا اللقاء نتوجه بجزيل الشكر للأستاذ إبراهيم سند وهو المتخصص في أدب الطفل. شكرا جزيلا لك أستاذ. وأيضا شكرا لك أستاذ إياد بدير مدير عام الشركة المنظمة للمعرض. شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا مستمرين معكم ونأخذكم إلى التقرير القادم الذي يعرفكم بصناعة البتروكيماويات في السلطنة. بعدها راجعين لكم وربط مباشر للحديث عن اتفاقية جديدة في هذا المجال. استطاعت الصناعات البتروكيماوية العربية أن تنمو وتحتل مكانة مهمة في الأسواق العالمية خلال السنوات الماضية، على الرغم من المنافسة القوية من الدول الأخرى والمتغيرات المستمرة في الأسواق والتي تؤثر في أسعار المواد المنتجة. والبتروكيماويات هي المواد الكيميائية المستخرجة من النفط وتستعمل في صناعات كثيرة، أهمها البلاستيك ومواد التنظيف وزيوت التشحيم، حيث سعت السلطنة إلى تعزيز وجودها في سوق البتروكيماويات الدولي من خلال مجمع لواء للصناعات البلاستيكية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها لتعزيز وتطوير قطاع الصناعة وتنويع مصادر الدخل القومي. وتقوم شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية أوربيك التي تدير 3 شركات عمانية تعمل في قطاع النفط حاليا باستثمار حوالي 7 مليارات دولار لتنفيذ 3 مشاريع كبرى سيكون لها أثر كبير في تطوير الصناعات التحويلية في السلطنة وزيادة القيمة المضافة التي يمكن استخلاصها من النفط الخام والغاز الطبيعي. والجدير بالذكر أن الصناعات البتروكيماوية تتأثر كغيرها من الصناعات البترولية بالمتغيرات الأساسية الاقتصادية والسياسية العالمية. حياكم الله مشاهدينا مجددا، رجعنا لكم في برنامجكم من عمان وبعد هذا التقرير الحديث عن موضوع في غاية الأهمية. اتفاقية جديدة احتفلت بها شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية أوربيك، وهي توقيع عقود الهندسة والتوريد والبناء الخاصة بمشروع مجمع لواء للصناعات البلاستيكية. وتفاصيل أكثر عن هذه الاتفاقية، ماذا ستضيف إلى هذا القطاع الحيوي والمهم في السلطنة، من خلال تواصلنا القادم مباشرة مع الدكتور هلال بن عبد الله الهنائي وهو المدير العام للخدمات المساندة بشركة أوربيك. مساء الخير دكتور، ونبارك لكم هذا الإنجاز وإلى مزيد من الإنجازات القادمة في هذا القطاع الحيوي. دكتور هلال، إذن مشاهدينا سيكون لدينا هذا الربط إن شاء الله للحديث عن هذه الاتفاقية. طبعا تبلغ تكاليف إنشاء أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي. سيتم أيضا توقيع أكثر من 30 اتفاقية خاصة بمشروع مجمع لواء للصناعات البلاستيكية، وكما تلاحظون الآن من خلال هذه اللقطات هذا المشروع الذي من المؤمل أن ينتهي في 2019 سيسهم ليس في تحقيق عوائد أكبر على المستوى المساهمي لأوربيك فحسب، وإنما في تنويع مزيج منتجات أوربيك وتطوير أعمال صناعات الشق السفلي التحويلية للمنتجات البلاستيكية، وسيسهم في إيجاد فرص عمل طبعا جديدة. طبعا مشاهدينا المتوقع أن يسهم هذا المشروع بما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة. إذن نتواصل الآن مجددا مع الدكتور هلال بن عبد الله الهنائي وهو المدير العام للخدمات المساندة بشركة أوربيك. مساء الخير دكتور، وألف مبروك توقيع هذه الاتفاقية. إذن مشاهدينا سنتواصل إن شاء الله مع الدكتور في قادم الوقت في الحديث عن هذه الاتفاقية وهذا المشروع المهم الذي من المتوقع بعد الانتهاء منه سيكتمل امتلاك السلطنة للعناصر 7 الأساسية المكونة لصناعة البتروكيماويات المتكاملة التي ستمهد الطريق إن شاء الله في المستقبل لإنتاج الكثير من المواد البتروكيماوية. طبعا مشاهدينا سنفرد إن شاء الله مساحة للحديث عن هذا الموضوع تحديدا ومجموعة
المشروعات الأخرى لشركة أوربيك. إذن نخرج بهذه الأغنية مشاهدينا، بعدها راجعي لكم إن شاء الله وبقية المتابعات في حلقة الليلة من برنامجكم من عمان. مشاهدينا مجددا، إذا مجموعة مختلفة من المتابعات والعناوين ما زالت موجودة في حلقة الليلة من برنامجكم من عمان. كان حديثنا في الدقائق القادمة حول في الدقائق الماضية حول موضوع التنمية الثقافية، كما كان حديث أيضا لدينا حول موضوع أدب الطفل والكتابة للطفل. ما زالت لدينا مجموعة أخرى من المتابعات حول صناعة البتروكيماويات وتنفيذ مجموعة وشركة أوربيك لمجموعة مختلفة من المشروعات في السنوات القادمة، إضافة إلى حديثنا مع خبير التدريب الدولي المعتمد والمحاضر في التنمية البشرية الأستاذ عبد الناصر الصايغ حول موضوع الاستعداد لأي فرصة ترد لكل واحد منا. إذن مشاهدين هذه مجموعة المتابعات في حلقة الليلة من برنامجكم من عمان، أما القادم فهو مشاركة من العمانيين الأشقاء بدولة قطر الشقيقة، حيث تحتفل دولة قطر الشقيقة غدا بعيدها الوطني وسط مظاهر احتفالات شعبية ورسمية وإنجازات برعاية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. إذن اليوم الوطني لدولة قطر الشقيقة، وطبعا إهداء من أبناء عمان إلى الأشقاء في دولة قطر، وهذه الاحتفائية وتوطيد مشاعر الأخوة بين هذين البلدين الشقيقين. نقدم لكم العمل القادم وهو أغنية دام الأدعم.
إذن مشاهدينا كل التهاني نزفها إلى دولة قطر الشقيقة شعبا وحكومة بمناسبة يومهم الوطني، راجين لهم ومتمنين لهم مزيدا من التقدم، مزيدا من الإنجازات، مزيدا من النجاحات وسط هذه الأفراح ومظاهر الاحتفالات التي تشهدها دولة قطر الشقيقة. فإن مشاعر أبناء عمان تتوجه إليهم مشاركة إياهم هذه الفرحة، داعية الله أن يديم عليهم هذه الاحتفاءات وهذه الأفراح. وكان هذا العمل الغنائي دام لدعم مشاركة من العمانيين أفراح قطر بيومهم الوطني. إذن مشاهدين، بقية المتابعات الأخرى في برنامجكم من عمان، حديث عن اتفاقية وقعتها شركة أوربيك قبل قليل متعلقة بمجمع لواء للصناعات البلاستيكية. هذا المشروع الذي من المؤمل أن يشكل إضافة كبيرة للاقتصاد، توفير فرص وظيفية جديدة، من المؤمل أيضا أن يشكل ما نسبته 2% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة. مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع وهذه الاتفاقية من خلال تواصلنا القادم مع المدير العام للخدمات المساندة بشركة أوربيك، وهو الدكتور هلال بن عبد الله الهناي. مساء الخير دكتور، ونبارك لكم هذه الاتفاقية وهذا المشروع. مساء الخير الأخ راشد، ونبارك لعمان ولأنفسنا جميعا هذا التحقيق الإنجاز الكبير حقيقة، والذي إن شاء الله سيشكل نقلة نوعية للاقتصاد الوطني للسلطنة بإذن الله تعالى. نعم. طيب دكتور، لو نتحدث حول تفاصيل هذه الاتفاقية وهذا المشروع الكبير، أين تكمن أهميته؟ ما المردود الاقتصادي الذي من الممكن أن يحقق خاصة في هذا الوقت تحديدا؟ طبعا كما تعلمون مشروع لواء، مجمع لواء للصناعات البلاستيكية،
بدأ التفكير فيه بالدراسات، دراسة الجدوى الاقتصادية. نعم. واستمرت مسيرته تقريبا حوالي 6 سنوات إلى اليوم طبعا، اللي هو كان يوم المشهود، وهو توقيع اتفاقيات مع كثير من الشركات التي ستقوم على تنفيذ هذا المشروع، ومع البنوك أيضا، ومع بعض الهيئات ضمان البنوك أيضا، ومع بعض الشركات الأخرى التي ستقوم بتزويد المشروع بمستلزماته من خلال كان ذلك في مجال الكهرباء أو المياه. طبعا هذا المشروع هو مشروع ضخم جدا، وسيتكلف طبعا حوالي فوق 5 مليارات دولار، وسيشكل نقلة نوعية أول شيء للشركة ذاتها، حيث سيضاعف أرباح هذه الشركة ثلاث أضعاف تقريبا، وأيضا مثل ما تفضلت أخ راشد سيضيف ما نسبته بين 2 إلى 3% من الإنتاج المحلي للسلطنة، وبالتالي سيكون إنتاج أوربك في ذاك الوقت أي في 2020 مع بدء تشغيل المشروع بين 8 إلى 9% بالمئة من الناتج المحلي للسلطنة. نعم. طيب دكتور، ما هو مكونات هذا المشروع؟ ما هي المراحل التي سيمر بها؟ ثم ما هي المشروعات الأخرى التي سيتم توقيعها لاحقا حتى يكتمل هذا المجمع؟ طبعا المشروع الآن مثل ما تفضلت اليوم أنه الاتفاقيات التي وقعت تقريبا اتفاقيات جميع الاتفاقيات التي ستنشي هذا المشروع، شركات اللي هي عندنا الحزمة الأولى اللي هي وقعت مع شركتين، وهذه الحزمة هي تعني بمرفق يسموه ستيم كراكر، اللي هي التكسير، وحده التكسير بالبخار، بالاضافه الى طبعا حزم ثلاث اخرى، وكلها طبعا تم التوقيع عليها، ونتامل ان شاء الله على نهايه شهر واحد تكتمل جميع الاتفاقيات الاخرى والبدء بتنفيذ المشروع في الربع الاول ان شاء الله ببدايه 2016. نعم. طيب دكتور، ماذا حول موضوع تحقيق فرص وظيفية للعمانيين بمختلف التخصصات، مختلف المستويات التعليمية؟ طبعا هذا المشروع سيحتاج إلى عدد كبير من المشغلين، فأثناء التشييد سيقوم المشروع بتوظيف لا يقل من 12 ألف موظف لعملية الإنشاء. نعم. عملية إدارة المشروع اللي هي التوظيف المباشر للشركة تقريبا حوالي 1000 وظيفة. نعم. هذه الوظائف ستكون مقسمة على الخريجين الجامعيين، وأيضا على خريجي الدبلومات الجامعية في مجالات كان الهندسة أو الكهرباء أو الهندسة الكيميائية. نعم. فهذه طبعا مثل ما قلت يعني ومثل ما ذكرت هو نقلة كبيرة ونوعية بالنسبة للشركة في جميع الجوانب، كان جوانب التوظيف أو كان في جوانب الربحية أو كان في جوانب أيضا يعني التكنولوجيا المستخدمة في المشروع ذاته. جميل. دكتور نرجو لكم كل التوفيق، نشكرك على هذا التواصل وهذا اللقاء المباشر معك. شكرا لك المدير العام للخدمات المساندة بشركة أوربك الدكتور هلال بن عبد الله الهنائي، شكرا جزيلا لك دكتور. إذا المشاهدين كان هذا التواصل للحديث عن هذا المشروع المهم والحيوي الذي سيضيف الكثير إلى الاقتصاد الوطني في السلطنة، خاصة أنه من المؤمل أو من المتوقع أن أوربك ستنفذ بدءا من 2016 وحتى 2019 ثلاث مشروعات، مشروع تحسين مصفات صحار، وأيضا مشروع خط أنابيب المنتجات البترولية صحار مسقط، وبناء محطة الجفنين لتخزين وتعبئة الوقود. إذن مشاهدينا مستمرين معكم مع بقية المتابعات في حلقة الليلة من برنامجكم من عمان، بعد الفاصل راجعين لكم والحديث عن الاستعداد للفرص.
رحلة علمية متنوعة نسبر من خلالها أغوار المعرفة ونستكشف بعض تفاصيلها الدقيقة. بصحبتكم نتعرف على الكثير من المعارف الشيقة والمعلومات المفيدة في شتى مجالات العلم وصنوف المعرفة. ننتقل بين محطات شتى نجمع في جملتها ما يبقينا على اطلاع بكل ما هو جديد. كل ذلك في برنامجنا الأسبوعي المجهر الذي يأتيكم في الأوقات التالية. يأتيكم في تمام الساعة 11 من مساء كل يوم أربعاء. حياكم الله مشاهدينا مجددا، رجعنا لكم وفي الدقائق القادمه حديثنا مع خبير التدريب الدولي المعتمد والمحاضر في التنميه البشريه الاستاذ عبد الناصر الصايغ حول فكره الاستعداد، كيف تكون مستعدا لاي فرصه قادمه. ايضا هذا الاستعداد يشمل كيف تكون مستعدا لوجود اي عقبه لا قدر الله في مسيرتك العمليه، العلميه، الحياتيه، الاسريه. كل هذه الموضوعات نتعرف عليها ان شاء الله في الدقائق القادمه. مساك الله بالخير استاذ، وسعيدين جدا بوجودك. حياك الله اخي راشد، مساك الله بالنور والسرور. يا حيا فيك. هل كل فرصه من الضروري ان نكون مستعدين عليها من قبل حتى نقتنص هذه الفرصه ونستغل خير استغلال؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هو يعني الناس دائما تقول ان اي فرصه يجب ان تستغلها. أنا أعتقد أن ما في شيء يجب على الإنسان أن يفعله إلا ما أوجبه الله تعالى أو هو ألزم نفسه به، ولكن نقول يعني دائما الفرص كثيرة وأكثر مما نحن نتصور، ولكن الكثير منا يشتكي من قلة الفرص. هو لأنه لربما لا يكون حساس تجاه تلك الفرص التي يعني لربما تمر أمامه. الحساسية مطلوبة، أنك أنت تحس أن في فرصة أمامك، لربما هذه الفرصة ليست في الموقف الإيجابي وإنما حتى في الموقف السلبي، لكن الناس دائما تنتظر أن شيئا ما يحدث في حياتها. وأنا أعد هؤلاء الناس أنه لن يحدث شيء في حياتكم ما لم تفعلوا أنتم شيء. ولذلك نقول عنصر المبادرة، عنصر المبادرة ليس لاستغلال الفرصة، وإنما عنصر المبادرة هو أيضا جزء منه استعداد، لأنه لو حالت أو حانت أمامي فرصة إني أستغلها. ولذلك يقول أصحاب الاختصاص رغم أن الفرص كثيرة، رغم أن الفرص كثيرة إلا أنها لا تتسكع في الشوارع. يعني هي الفرصة متاحة لكن لن تأتي إليك وتلتقطها من هنا وهنا، كما يقول يعني بعض الأمثال. يعني ما بيك شيء وانت راقد في بيتك المعني، لن يأتيك شيء. هو ربما يحدث في حياتك أشياء ولكنها هي نتائج وقعت لك. يعني فرق بين الفرصة والأحداث، أن الفرصة أنا أستغلها وبناء عليها أنا أحقق الأهداف، لكن النتائج هي أشياء تحدث لي أنا لم أسعى إلى تحقيقها، وهذا الفرق بين الهدف والنتيجة في حياتي. ولذلك أيضا يقولون أنه لربما تطرق الفرصة أبوابك ولكن بصوت خافت، فأعنها أذنا أو أذنا صاغية. فهي دائما الفرص موجودة، ولذلك الله تعالى يقول في محكم التنزيل: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الفرص كثيرة، لكن من الذي يلقى مثل هذه الفرص؟ صاحب الحظ. من هو صاحب الحظ؟ هو الشخص الصابر المحتسب المستعد. لربما تكون أنت يوم الأيام تتمنى أنك تتعين في منصب، لربما تتمنى أن أحد من الناس ينشر لك كتابك، لربما تتمنى أن أحد من الناس يوصل صوتك إلى الآخرين، ولكنك أنت لربما لم تبذل شيء. أنت يجب أن تكون مستعد في كل الأحوال، لأن الفرص سوف تطرق أبوابك. الشخص الذي يستعد الفرص تقتنصه،
أما الشخص غير المستعد فهو لا يقتنص حتى الفرص، ولذلك من الذي يقتنص الآخر؟ أنا أقتنص الفرص التي تأتي إلي ولا الفرص تقتنص؟ ولذلك نقول الفرص أيضا تبحث عن أولئك المبادرين، كما أننا نحن البشر نبحث عن الفرص لكي نصنع من خلالها أمجاد ونصنع من خلالها أحداث تسعدنا، كذلك أقول أن الفرص ليست رخيصة، وهي تبحث عن الأشخاص الغاليين، الأشخاص المستعدين، الأشخاص المهمين، الأشخاص المبادرين. طيب، يعني أنت ذكرت فكرة المبادرة، حتى تأتي الفرصة لابد أن يكون الواحد منا مبادرا. صحيح. في مثل وايد منتشر، يعني الفكرة أنك لو تركض ما تركض غير رزقك ما راح يكون تحوش. موجود لك أو تحوشه. وما كما يقول مثل آخر أيضا، وين ما تضربها تيعوية يعني. لا، هذا صحيح، يعني أنك تضربها تيعوية أو تركض ما تركض كذا، لكن نقول أن الإنسان لا يعرف ماذا يخبئ له الغد، حتى أنه لا يستطيع أن يتنبأ بما تخبئ له الثانية القادمة. من الذي يدريني أنني لو بذلت هذا العمل وبادرت إلى هذا العمل فإنني لن أنجح؟ هو نفس الاحتمال أنني قد أنجح، ولكن الناس هكذا، المقصرين في حقوقهم، المقصرين في يعني الهمم العالية الذين تتقاصر بهم الآمال، تتقاصر بهم الرجاءات في الله تعالى، يقول يا أخي حتى لو حاولت ماشي فائدة، وما أدراك، قد يكون هناك في فائدة، قد يكون هناك كذا. ولذلك يقولون يعني لربما تحاول أن تفتح الباب وفي يدك 20 مفتاح، تفتح الباب المفتاح الأول ما يفتح، تفتح الباب المفتاح الثاني ما يفتح، والثالث والرابع، تأتي للمفتاح رقم 19 وتفتح وما يفتح، تقول خلاص ما بفتح، والله لو فتحت بالمفتاح رقم 20 لفتح. ولذلك نقول دائما الفرصة تختبئ يعني خلف تجربة فاشلة دائما يعني. ولذلك أيضا نقول هنا إن من المهم أنه ما أنا أضع لنفسي تصور سلبي وأبني عليه أن الفرص ممكن تأتي أو لا، هي الفرص متاحة للجميع، ولكن مفهومنا للفرص ليس كما يعتقد الآخرون أن هناك هدايا خاصة مخبأة لأولئك الناس، أن هناك مفاجآت يعني سوف تسعد قلوبهم، أن هناك أحداث سوف تسعد حياتهم، ليس هذا هو المقصود بشكل دقيق، ولكن نقول أنك أنت هل أنت مستعد بمجموعة من المهارات، مجموعة من القدرات، مجموعة من المواهب، مجموعة من الملكات؟ أنا مستعد، إذن لربما تحين أو يعني تأتي أمامي أو يأتي أمامي موقف، هذا الموقف إذا كنت أنا مستعد سوف أستغله، إذا لم أكن مستعد لن أستغله. كمثال يعني، يأتي إليك يوم الأيام أحد الزملاء ويقول لك أو رئيسك المباشر، والله إحنا عندنا سفرة إلى دولة كذا في حضور مؤتمر كذا، فإن شاء الله بتكون معنا، فتقول والله أنا للأسف شديد ما أدخل اللغة الإنجليزية. إذا لن تذهب إلى تلك الدولة التي تتكلم باللغة الإنجليزية أو في مؤتمرها إلا إذا كان مترجم. لما يأتي إليك شخص ويقولك والله إحنا عندنا اليوم مبادرة في تقنية المعلومات، إن إحنا نعمل على إعادة تصميم مثلا بوابة الإلكترونية للوزارة اللي إحنا فيها، فإيش رأيك تشاركنا؟ أنت رجل تقنية المعلومات مثلا، لكن تقول والله للأسف شديد أنا ما عندي القدرات على التصميم. إذا فاتتك هذه الفرصة. في شخص آخر قد يكون مستعد أكثر، ولذلك نقول كم هائل من المهارات، كم هائل من القدرات نتعلم مهارات حل المشكلات، نتعلم مهارات بناء العلاقات، نتعلم مهارات العرض والتقديم، نتعلم مهارات التواصل مع البشر. فعندك مثلا 10 مهارات، 10 قدرات، 10 مواهب، 10 ملكات، 10 اتجاهات، 10 ميول، 10 طموحات، 10 آمال، فأنت مستعد، فقط تنتظر الوقت المناسب، فقط تنتظر الموقف المناسب. فهنا من الذي لن يطلبك؟ كمثل الشخص الذي يعمل مثلا منسق في مكتب أحد المدراء وينتهي عمله من تلك الشركة، هذا الشخص يعني أخذ دورات تدريبية كثيرة، هو يستطيع أن يكتب الاختزال مثلا، يستطيع أن يدير اجتماعات، يستطيع أن يكتب محاضر الاجتماعات، يستطيع أن يعني يعد جدول الأعمال، يستطيع أن يعني يتخذ قرارات، يستطيع أن عنده مهارات في الطباعة، مهارات في الإكسس، مهارات في الإكسل، مهارات في الوورد، مهارات في الباوربوينت، مهارات في الفوتوشوب، فانتهت خدماته. لكن لو بحث عن عمل، ألا تظن أن أي شركة تتمنى أن تأخذ هذا الإنسان بهذا الكم الهائل من المهارات، تعطيه راتب منسق، مقابل ذلك يقدم لهم خبرة أو عمل أو مهام تساوي 4 خبراء في مجال مختصر؟ ولذلك نقول هل نحن مستعدين، بمعنى هل نحن تعبنا على أنفسنا خلال الأيام التي يعني مضت علينا؟ كثير من الناس يعني يضيع وقته، يعني لا يتعلم مهارة في اليوم، ولا يتعلم قدرة، ولا يكتسب يعني خبرة، ولا يمرر على عقله تجربة جديدة، أيامه مكررة، دائما هو يشوف المباريات، ودائما هو يروح السينما، دائما هو يجلس الجلسات التي يعني تتكرر وتتكرر وتتكرر، ما عنده شيء جديد. ولذلك نقول العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة، هذا في مبدأ في الاقتصاد يعني. إذا أن إحنا جيدين وعندنا قدرات وما شاء الله عندي مثلا 40,000 مهارة، لكن جاءتني الفرصة، أنا ذلك اليوم كنت مثلا في حالة عصبية
فوت على نفس الفرصة. أنا عملة جيدة ولكن عصبيتي هي العملة الرديئة، سوف تطردني من هذه الفرصة، سوف تبعدني أن أنا أحظى بهذه الفرصة. لا ربما أكون ذلك اليوم أنا متوتر، لكن ربما أكون حيوي أو خجول ما أستغل الفرصة. يعني يوم الأيام يأتي إلي رئيس المباشر والله في اليوم المفتوح سوف يتم توزيع الجوائز مثلا ونعلن عن يعني نتائج المتسابقين ونعلن كذا، ما رأيك أنك أنت تقوم بعملية التقديم لهذا اللقاء؟ تقول والله أنا صح عندي قدرات غير عادية بس أنا للأسف الشديد خجول وحيوي وما أقدر أقف أمام الناس. إذا ما نفعت تلك المهارات، يجب أن تكون عندك مهارات متنوعة بأنها بحيث تتكامل مع بعضها. طيب يعني هذا على مستوى الاستعداد للفرص الخير التي تأتي للإنسان. نعم. بعض وهذا هو حال البشر، تمر عليهم كثير من العقبات والصعاب والمصائب، كيف من الممكن أن يكون الواحد مستعدا للمصائب التي قد تأتي إليه، أن لا يقف مكتوف اليد و يعني صف على وجهه وتنتهي الحياة بمجرد تلك المصيبة وذلك الحزن؟ الله تعالى ما يقضي لعبده إلا كل خير، ولذلك ذلك الشخص الذي فكر بتفكير إيجابي وقال أن الإنسان يستطيع أن يطير في السماء كالطيرة أو كالطير أو العصفور، اخترع لنا الطائرة. في شخص آخر فكر تفكير سلبي وقال طيب لو أنه طار في الطائرة وسقطت الطائرة ماذا سوف يحدث له؟ تفكير سلبي أليس هكذا؟ ولكنه اخترع لنا البراشوت، المظلة. المظلة منتج إيجابي مبني على تفكير سلبي، ليس هكذا؟ ولذلك نقول الله تعالى خلق النفائس من الخبائث، خلق النفائس من الخبائث وحمل الكثائف على اللطائف. بمعنى ويش؟ يعني الله تعالى أخرج النار من الروث، وأخرج الماس من الصخر، وأخرج الذهب من الحجر، وأخرج القصبة من الحشيشة، وأخرج المسك من دم الغزال، وأخرج العنبر من بطن الحوت، وأخرج المسلم من بطن الكافر، وأخرج الذكي من بطن من عائلة الأغبياء. ولذلك نقول ما في شيء اسمه هذه مصيبة هذه كارثة، هي أحداث تقع، هي تجارب تمر علينا. إذا نظرنا إليها على أنها كارثة فهي يقينا كارثة، إذا نظرنا إليها على أنها مصيبة يمكن تكون مصيبة. ولذلك يقولون الحاجة أم الاختراعات. لما نعمل يعني مسح لكل المبدعين على العالم على مستوى العالم نجد أن هناك نسبة كبيرة جدا من هؤلاء المبدعين لم يكونوا مرتاحين في حياتهم، لا ماديا ولا اجتماعيا ولا ثقافيا ولا يعني إنسانيا، كانوا في قمة الشقاء وقمة الحاجة، كان بعضهم مشرد، كان بعضهم جائع، كان بعضهم يتيم. ولذلك نقول التحدي هو الذي يجعل أني أنا لي نصيب في هذه الحياة أو لا. أما إنك نتمنى إن كل الأمور تكون طيبة لن تفرش لنا الأرض وردا أبدا، دائما الأرض محفوفة بالورود وهذه الورود خلفها أشواك. طيب البعض في موضوع الفرص يقارن نفسه بالآخرين. نعم. يعني طيب ليش أنا أجتهد طالما أن الآخر هو الذي حصل على هذه الفرصة؟ نعم. طيب يعني الفرصة تتجه للأشخاص الأكثر حظاً، للأشخاص اللي نعم. أكثر نفوذاً، للأشخاص الأكثر نعم. علاقات، فيسلم الأمر وينتهي به الحال. نعم. هو لا، نقول أن الإنسان لما يأتي إلى الحياة الله تعالى قدر له حياة ما، رزق ما، عمر ما، جمال ما، وسامة ما، يعني عز ما، جاه ما، وظيفة ما. ولذلك أنا لا أستطيع أن أعيش في قدر الآخرين والآخرون لا يستطيعون أن يعيشوا في قدري. الله تعالى خلقني ولي قدر خاص بيني أنا وقضاه علي، أي أن الله تعالى قدر لي أقدار ويقضيها علي هذه الأقدار كأحداث تقع لي في حياتي. أنا لست شبيه الآخرين في أي شيء، لأن الله تعالى أن يقول عن نفسي كل يوم هو في شأن، في شأن يعني يرفع هذا ويخفض هذا، يعز هذا ويذل هذا، يغني هذا ويفقر هذا. فنحن مختلفين تماما في كل الأشياء، البشر لا يتفقون في أي شيء. ولذلك نقول أن الأكبر بصمة في الحياة هي ليست بصمة الأصابع، حتى أن الأصابع تتكرر على كل 2 مليار 4 بصمات، على كل مليار بصمتين لربما تتكرر، لكن البشر من يوم أن خلق الله آدم حتى يرث الأرض ومن عليها لا يتكررون أبدا. لكل إنسان قدره ولكل إنسان حياته ولكل إنسان يعني واقعه. ولذلك نقول لن أستطيع أن أعيش في جلباب الآخرين، لن أستطيع أن أعيش في ظل الآخرين. لربما الآخرون جربوا تجارب معينة فشلوا، لكنني أنا لربما أضفت على تلك التجربة يعني لمحة جديدة أو ملمح جديد أو مبادرة جديدة أو نظرة جديدة أو طريقة جديدة أو أسلوب جديد جعلني أنجح. ولذلك كم من الناس حاول أن يعبر المانش، كم من الناس حاول أن يعتلي على سفح جبل هملايا، كم من الناس حاول أن يحطم رقم قياسي، ولكن دائما يوجد هناك شخص آخر يستطيع أن يفعل ذلك. إذا ما في شيء اسمه أني أنا بفشل لأن الآخرين فشلوا، هم فشلوا أنهم لم يجربوا أو أنهم جربوا تجربة غير صحيحة أو غير يعني غير مدروسة. لكن أنت جرب، أنت بادر، أنت أعمل شيء، لأن حياتك هذه بيدك. الحياة ما وعدتنا أخي راشد بأي استحقاق،
وبالتالي هي غير مدانة لنا بأي شيء. يعني ما نطلب من الحياة تقول والله أيتها الحياة امنحيني هدوءا وامنحيني سكينة وامنحيني سعادة وامنحيني مالا. الحياة غير مدانة لنا بأي شيء، وكل ما يمكن قوله أنك تستطيع أن تحصل على الأشياء حسب مبادراتك وحسب قدراتك وحسب يعني في ناس عندهم قدرات وعندهم يعني إمكانات لكن ما عندهم الهمة العالية، ولذلك في ناس عندهم عقل وتفكير ومستوى عالي من التحليل ومستوى عالي من التنظير لكن ما عنده القلب والفؤاد الذي يدفعه إلى ذلك. في ناس لا عندهم الفؤاد والقلب يعني مليء حماس ومليء يعني طاقة ومليء يعني بالوقود هذا الذي سوف يحطم يعني كل الصعوبات، ولكن ما عنده عقل رشيد. ولذلك نقول دائما يعني يحصن الحماس بالعلم ويوجه ويدفع العلم بالحماس. فنحتاج إلى معادلة مهمة، أني أنا لما أشوف أمامي فرصة كيف أستغلها، وإذا شفت أمامي ما في فرصة كيف أوجدها. ولذلك معظم الناجحين لما نشوف في سير حياتهم وفي كتب التي نقرأ عنهم ما مرت عليهم الفرص وإنما صنع الفرص تصنع إذن. نعم تصنع 100%، هي تمر علينا لأن الله تعالى يعني يعطي الجميع الفرص متكافئة. يعني مثلا فرصة العمر، واحد يعيش 80 سنة والشخص آخر 80 سنة، هذه فرصة متكافئة. لكن في 80 سنة هذا يكون عنده 4 دكتوراه ويكون قد يأسس مسجد وقد يكون له جيل وجهه وقد يكون له مؤلفات وقد يكون له آثار إيجابية، وشخص آخر قضاه ماذا في النوم واللهو واللعب. ألم تكن عنده فرصة 80 سنة؟ عندنا فرصة 24 ساعة، من الذي يستغلها؟ في 24 ساعة كان أبو بكر الصديق صديق الأمة، وعمر بن الخطاب هو أشد الناس يعني في أمر الله، وكان أيضا في 24 ساعة هناك منهما يعني يعيشون في الفجر ويعيشون في الفسق ويعيشون في اللهو ويعيشون على هامش الحياة. الله تعالى أعطانا فرص متكافئة في كل إنسان له أب وأم، أليس هذه فرصة متكافئة؟ إلا طبعا ما ندر من ذلك. لماذا لا ندخل الجنة من خلال برنا لوالدينا؟ هذه فرصة متاحة، لربما تقصر في الصلاة، لربما تقصر في الزكاة، فرصة متاحة أمامك. يعني والديك أحياء ولا تدخل الجنة، ولذلك صلى الله عليه وسلم يقول كأنها هي فرصة ثمينة، يقول رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه، قيل من يا رسول الله؟ قال من كان والداه أحياء ثم لم يدخل الجنة. يقول كيف والديك أحياء وأنت ما تدخل الجنة؟ فهي فرصة جيدة. واحد عنده مثلا فرصة أن يتزوج يسعد من خلال هذه الزوجة، في شخص آخر لا تجده يما يتزوج يتعس ويتمنى أنه لو يطلق. الفرصة الجميلة في برنامج مهمان أن تكون موجود معنا. الله يحسن إليك يا أخي أستاذ عبد الناصر الصايغ خبير التدريب المعتمد والمحاضر في التنمية البشرية. شكرا جزيلا لك. شكرا حبيبي. شكرا أكرمك. أيضا شكرا لكم مشاهدينا على طيب متابعتكم لنا لأمسية الليلة من برنامج من عمان، نرجو أن نكون قد وفقنا في إمتاعكم وإفادتكم. نشكركم على طيب المتابعة، نرجو لكم إجازة نهاية أسبوع سعيدة تقضوها برفقة الأهل الأصدقاء، تكونوا حافزا لكم لبداية أسبوع جديد يكون منطلق لبداية عمل وجد واجتهاد. شكرا لكم مشاهدين على طيب المتابعة، وملتقانا بكم في من عمان يوم الأحد القادم. إلى اللقاء.